يا فروحة، ليا كتير من الشباب يلي بنسمع فيهم بأعمار كتير صغيرة، خلينا نقول قدهن متميزين ومبدعين بمجالات معينة، أوقات ممكن يكون غير المجال اللي دارسينه بس بتكون هواية. اليوم ضيفتنا نور هي من الشباب يلي عم نحكي عنهم، هوايتها الكتابة، مع أنه مثل ما قلنا هي دارسة المعلوماتية وألفت كتاب كتير صغير بيحكي عن رواية رحلة نحو الفضاء. رح نحكي عن هذا الموضوع مع نور بالتفصيل. صباح الخير نور. يا اهلا وسهلا، صباح الورد. صباح الخيرات يا نور، كيفك؟ الحمد لله تمام. منيحه نور. خلينا بالبدايه هيك نحكي اكثر، نعرف المشاهدين مين هي نور، شو احلامها، هدفها، شغفها اللي وصلها لهون. طبعا اكيد اول شيء اهلا وسهلا فيكم. انا نور انس سميه طياره من مدينه حمص. دراستي هي المعلوماتية، لكن أنا من زمان شغفة هو بالكتابة، بلاقي نفسي بين الكتب، حبيت أدمج بين المجالين لنوصل فكرة للمجتمع إنه المعلوماتية هي أساس في كل مجال. الكتابة انبثقت عن فضول كبير من العلم المعرفي، خلتني أقرأ ثم أكتب لنعبر عن خلاف الفكر. نحن ما لنا كثير صوت، ما كثير واضح، فينا نعمله نورة اذا عم تسمعينا. خلينا نحكي شوي عن الكتاب يلي الفتيه، قد ايه ضليتي وقت ومده لحتى اكتمل، وشو هي الفكره الاساسيه اللي بتحمله الكتاب؟ تمام. هلا انا عندي كتابين، منهم كتيب بعنوان لعلهم يتفكرون، ضل تقريبا سنه لالفته لانتشر، والثاني هو كتيب بسيط بعنوان رحله الى الفضاء، لنوصل في فكرة أنه الكاتب ما بس هو أديب لكن هو باحث عن العلم. تمام نور، خلينا هيك نحكي عم نشوف يمكن بآخر فترة شوي بعدنا عن الكتاب، صرنا نقرأ PDF، صرنا نستخدم السوشيال ميديا، صرنا نستخدم الموبايل، التاب، اللابتوب أكثر. اليوم دمج الكتابة، دمج أنه نحن نقرأ يعني من خلال تطورات التكنولوجيا والمعلوماتية، كيف هيك قدرتي أنت تنسقي بيناتهم؟ هلا قدرت نسق بيناتهم اجباري، لانه اول شغلي انا هذا مجالي، ثاني شغلي الادب منتشر بشكل كبير. طيب ما كل العالم مثلا قادره هي توصل كلماتها عبر شكل تقليدي، فهي بحاجه تكنولوجيا لتقدر تبرز حالها، لتقدر توصل افكارها، لتقدر تقرا، لتقدر تتطور. يعني اليوم نحن بعام 2022 ما عاد في فكره الكاتب او القارئ الاعتيادي. طيب نور، خلينا نحكي عن المستقبل. اليوم مثل ما قلتي كتيب كتير صغير ببعض الخواطر اللي ممكن بديتي فيها وبتحمل افكار حلوه، بس لقدام شو مفكره تعملي نور؟ في فكره كتاب ممكن تكون او روايه طويله او كتاب كامل ممكن تعمليها؟ طبعا اكيد في فكره روايه انا عم بشتغل عليها وقائمه عليها، لكن الافكار اللي اكثر من هيك مثل ما خبرتك هي دمجت تقنيا. نحن عم نسعى لنعمل موقع للكتاب، هذا الموقع بيقدر الكاتب هو ينزل فيه أفكاره، بيقدر يتصدر محركات البحث، نقدر ندربه على هذا الشيء. مين اللي عم يساعدك نور أو يقدم لك، خلينا نقول إن كان دعم، إن كان بعض الأفكار، إن كان حتى بالتصحيح بعض الأخطاء اللغوية اللي ممكن تحدث لأي كاتب؟ تمام. هلا أنا حاليا عم بشتغل بشكل فردي، لكن إذا لما أكتب شيء فأنا أكيد بستعين بمدققين لغويين. نعم يعني نور، هيك خلينا نحكي اليوم من خلال شيء صغير عم تعملي شيء هدفه كبير. شو حلم نور؟ مين مثالها الأعلى؟ لوين حابة توصلي؟ شو حلم نور؟ حلمة إنه أنشر هدف جملة أعمل ما تحب وأتقنه لترقى به، لأنه يلي الشيء أي إنسان أو أي طالب فايت مجال هو ما بحبه هو ما رح يقدر يبدع فيه، فنحن لازم ندمج بين دراستنا وهوايتنا مشان نحن نقدر انه نفيد المجتمع فيه. نور، ممكن تفكري بترجمه لاي كتاب او كتيب؟ ممكن تعملي ترجمه ان كان للغات متعدده، انجليزي، فرنسي، اي لغه ممكن انت حاببتيها ممكن ترجموا هذا الشيء لحتى مثل ما بنقول يوصل اكثر وينتشر بشكل اكبر. تماما. بس هلا حاليا الهدف هو المحتوى العربي، يعني حاليا بنشوف مثلا بالعرب في كثير كتاب، في دكتور، في مهندس، في محامي، هو قادر يوصل فكرته، مو بالضروره كاتب هو كاتب روايه ولا هو كاتب قصه،
لا هو حدا من المجتمع فاعل بس بيكتب ليوصل هاي الفكرة بشكل كثير راقي. نعم، يعني نور طيارة الصبية الطموحة النشيطة، بدنا نتمنى عليك كل التوفيق وناطرينك بس تيجي على الشام بزيارة لعنا على الاستوديو لحتى نحكي بشكل مفصل أكثر، وقديش حلو إنه يكون عنا هذا الشغف جواتنا ونكون مثال لكثير من الصبايا عندهم حلم وما عرفانين كيف يحققوه. نور بدي أتمنى لك الوصول إلى العالمية وتحقيق كل شيء بتطمحي فيه. موفقة حبيبتي، ميرسي جدا. ميرسي.